للمزيد حول استمرار استهداف القوات الأمنية والميليشيات للمتظاهرين، ينضم إلينا شاه القرداغي الباحث في الشأن العراقي عبر الهاتف من السليمانية. أهلا بك سيد شاه. بداية، بعد الاعتداءات والاقتحامات للاعتصامات في عدد من المحافظات واعتقال بعض المتظاهرين السلميين، كيف يمكن قراءة رد فعل المتظاهرين على العنف الممارس بحقهم؟ تفضل. تحياتي لكم والمشاهدين الكرام. حقيقة أحيي الشباب الصامت الذي استمر في نضاله وضحى بأغلى ما لديه في سبيل التغيير والإصلاح في العراق. وفي ذكرى ثورة تشرين، نحن نسمع منذ أيام وأسابيع الأجهزة الأمنية، كامل الأجهزة الأمنية تؤكد باستمرار أنها تقوم بحماية المتظاهرين وسوف تؤمن الساحات ولا تسمح للمنتسين بالدخول إليها. ولكن يوم التظاهرات رأينا عكس هذا الأمر، رأينا أن هناك أعمال عنف وهناك أيضا مصادمات من جديد دون أن يقوم الأجهزة الأمنية بتوفير الحماية اللازمة أو على الأقل تقديمهم إلى العدالة. الأجهزة الأمنية أكدت أن هناك مندسين، هناك من يحاول التخريب وإشعال الفوضى بين المتظاهرين والأجهزة الأمنية، ولكنها ليست لديها الجرأة الكافية لكشف هوية هؤلاء. بعد تغريدة السيد مقتدى الصدر عندما حرض على المتظاهرين وطالب الكاظمي بفرض هيبة الدولة على الشباب المساكين الذين خرجوا لأجل حقوقهم المشروعة، رأينا أن بعد هذه التغريدة فجأة بدأت أعمال العنف في الساحات. هذا يظهر بشكل واضح أن من يقف وراء العنف، من يقف وراء الفوضى في هذه الساحات هم العناصر الميليشياوية التي تتبع لهذه الأحزاب والميليشيات، وبالتالي ليس من مصلحتها استمرار هذه الثورة. ردة الفعل المتظاهرين كالعادة وكما كانوا وكما بدأوا كانت سلبية أصلا، وهم لا يريدون الصدام، وهم يعرفون أن لديهم مطالب تفننوا في إيصال رسائلهم. يعني منذ اليوم الأول بدأوا بالفن والغناء والمطالب المشروعة بالطرق الحضارية. من يستخدم النار والسلاح والحرق هم ربع الله، هم الجماعة الميليشياوية التي تفتخر بهذا الأمر، أصلا تفتخر بهذا الأمر. الآن اللجنة المنظمة للتظاهرات اتهمت الكاظمي بالإشراف على عمليات القمع ضد المتظاهرين. السؤال هنا، إلى أي مدى تظهر الأحداث الحالية في العراق الوجه الحقيقي للكاظمي الذي هنأ الشعب العراقي بمرور عام على ثورته كما تعلم؟ هؤلاء للأسف يحبون أن تبقى الثورة كما يسمونها ذكرى للثورة، يعني يكون هناك وقفة لاستذكار تشرين وبعدها يعود الجميع إلى منازله. هذه الحكومة إذا وقفت بهذه الطريقة واستمرت في بقائها غطاء للميليشيات فإنها سوف تكون بجانبهم ولن تكون بجانب المتظاهرين، ولا يمكن تسميتها بأنها استجابة للشارع أو تمثل الشارع. الشارع لا يمثله أحد للأسف في هذه الفترة، وخاصة أن المطالب التي خرج من أجلها المتظاهرون قبل عام إلى الآن باقية، إلى الآن حكم الميليشيات موجودة، إلى الآن لدينا حكومة تعتمد على التسويف، تعتمد للأسف على الجانب الإعلامي أكثر من الجانب الواقعي. يعني لدينا شعارات وبيانات عن إعادة هيبة الدولة، عن فتح التحقيقات، يعني إلى الآن تم فتح أكثر من 100 تحقيق في كل الجرائم ولم يصل واحدة منها إلى نتيجة. وبالتالي لا يمكن التعويل على هذه الحكومة. هذه الحكومة تقوم بدور لعب غطاء على النشاط الميليشياوي الموجود ومحاولة تغيير الشعب بأن تغييرا ما حصل، ولكن إلى الآن على أرض الواقع هذا التغيير غير ملموس عند الشباب العراقي، وهذا ما يصر على الخروج مجددا والتظاهر مجددا والمطالبة بالحقوق مجددا. نعم، في إطار الحديث عن الحكومة دعنا نواصل سيد شاه. يعني كما تعلم دأبت حكومة الكاظمي على اللجوء إلى تشويه سمعة التظاهرات، كيف يفسر هذا الأسلوب الذي يصفه الثوار بالإجرامي في التعامل مع الثورة السلمية؟ بلا شك الطرف السلطة دائما يحاول أن يوجه المتظاهرين إلى العنف، وعندما لا يلجؤون إلى العنف يتم إدخال عناصر مندسة من قبل هذه الأطراف أطراف السلطة حتى يشوهوا سمعة المتظاهرين، وبالتالي يقنعوا الشعب العراقي بأن هناك مبرر للأجهزة الأمنية حتى تقمع هذا الحراك الموجود. هذه الأساليب دائما الحكومات التي لا تستطيع الاستجابة لمطالب المتظاهرين
تقوم باللعب على هذه الأوتار ومحاولة تشويه هذا الحراك عند الشعب العراقي حتى يتم تبرير قمعهم لاحقا. ولكن أنا أتوقع أن وخاصة في ذكرى تشرين الجمهور العراقي الشعب العراقي أدرك جميع هذه الألاعيب الألاعيب السلطة، وبالتالي لا يمكن أن يقتنع بسهولة أن هؤلاء الشباب المبدعون أصحاب الشهادات الذين خرجوا لأجل مصلحة هذا الوطن وليس لأجل مصلحة حزبية أو شخصية لا يمكن أن يقتنع الشعب بأن هؤلاء يريدون الإضرار بالعراق. بالعكس، هؤلاء يريدون كنز الذين يضرون بالعراق ويفضلون مصالحهم الحزبية والشخصية حتى يتم بناء مستقبل مختلف عن الذي نعيشه حاليا. الباحث في الشأن العراقي شهو القردغي، كنت معنا عبر الهاتف من السليمانية، شكرا جزيلا لك.